الله. اليوم نشهد احتفالية بيوم الشهيد 13 فبري ديرنا في بلدية سينا، حيث كان أول وقفة في مقبرة شهداء، ثاني نقطة رانا في بنية 13 فبري المسمى بيوم الشهيد. وفي الاحتفالية نجد بها شهدائنا الأبرار، تحيي الشهداء ونجم الخلود لشهداء الأبرار. صلاة الشهيد 13 فبراير، كانت لنا زيارة إلى مقبرة الشهداء، الوقوف على الوقوف. والنقطة الثانية كان عندنا زيارة المشتلة 18 فبراير، وعندنا النقطة الثالثة كذلك زيارة المركز الثقافي لتوزيع شهادة دبلوم المتربصين. وفي المساء عندنا زيارة لمدرسة العبابو في عم بيضاء للمشاركة في التظاهر. قطعة سينيا، مقاطعة الفلاحة بدعيات سينيا، نحن المتواجدون بمشترة السيد المصري المسير إحياء ذكرى الشهيد التي توفي يوم 18 فبراير، وقد مر بمناسبة مرور عام من يوم افتتاح هذه المناسبة. نحن هنا لإحياء هذه الذكرى، التي ذكرى الشهيد الشهداء الذين ضحوا بالنفس والنفيس لأجل تحرير هذه البلاد. ونشكر السيد المصري لإحياء هذه الذكرى والذي قام بمجهودات كبيرة لفتح هذه المجتمع. تشرفنا بالحضور تاع السلطات المعنية، رئيس دائرة سينيا، رئيس البلدية، سيدة مديرة الغرفة ومديرة الفلاحة لبلدية سينيا، نشكرهم على الوقوف تاعهم معنا والمجهودات المبذولة اللي كانت في الحقيقة، كانوا ساعدونا بزاف في جميع الأمور اللي قمنا بها إن شاء الله. والحمد لله كما كنت تشوفوا اليوم المشتلة زعما راهي في أحسن